اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. برحب بحضرتك، تحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن رضا شحاته. اهلا بيكم واهلا بالكباتن واهلا بقناه الاهلي والساده المشاهدين. اهلا اهلا وسهلا وسهلا. بحضرتك. الاول بنبارك لحضرتك تجديد لكابتن مختار مختار. والله طبعا الحمد لله، احنا يعني كابتن مختار يعني بيأدي معانا موسم متميز، واحنا الحمد لله كنا من البدايه متفقين يعني، والتجديد ما خدش على كابتن مختار وقت يعني، الراجل متفاهم جدا، والحمد لله جددنا سنتين مع كابتن مختار، وان شاء الله نتمنى اللي جاي يكون افضل للانتاج باذن الله. طيب انا عايز اسال حضرتك، التعاقد مع كابتن مختار كان وضعيه نادي الانتاج مش في المستوى المطلوب، ومع كابتن مختار ما شاء الله فريق الانتاج حتى الان في المركز السادس وبيمشي بخطى جيده. والله الحمد لله. طبعا احنا طبعا الكابتن مختار جالنا في نهايه الموسم اللي فات 16 17، وبدانا نبص نبني للموسم الجديد، وكانت البدايه ان احنا نزلنا بالمراحل الاعمار السنيه في الفريق، وبدانا وعملنا فتره اداء كويسه، وطبعا الكابتن مختار طبعا بخبرته بالجهاز الفني اللي معاه، واحنا في اداره طبعا لبينا الحمد لله كل المطالب تقريبا يعني، وبدأنا موسم متميز، والحمد لله ما زلنا برضو بنأدي مباريات كويسه، وفي كوره وفي جمل وفي تكتيك على الارض كويس يعني، فالحمد لله يعني كابتن مختار حاجه مكسب كبير جدا لينا واضافه للفريق، وان شاء الله معانا باذن الله الموسم اللي جاي واللي بعدين ان شاء الله يبقى في اماكن ان شاء الله احسن من كده باذن الله. سيادة اللي هو قرار كان صعب، الاستغناء عن عمر السعيد وهو احد هدافي الدوري مش بس هداف فريق الانتاج، ولكن يبدو ان خالد قمر يعني عوض الغياب. بكل تاكيد، بس هو طبعا عمر السعيد طبعا كان برضه لاعب متميز جدا، ولكن كان برضه كان عقده خلاص فاضل فيه شهور وينتهي، ومش من الحكمه ان انا يعني ما استفدتش من وجود عمر سعيد معايا، وطبعا عملنا اقصى استفاده من الصفقه مع دجله، وعملنا 30% من اجمالي بيع عقده بعد كده لاي نادي اخر، وكان البديل الحمد لله على قدر المسؤوليه كابتن خالد قمر يعني، الحمد لله بيقدم معانا لحد دلوقتي مباراه متميزه جدا، وان شاء الله يبقى اضافه الفتره الجايه معانا باذن الله. طيب انت فندم، هيكون الانتقال يعني نهائي في نهايه الموسم ولا هيبقى بس على سبيل الاعاره؟ كابتن خالد؟ بالنسبه لكابتن خالد. لا، هو كابتن خالد احنا جايبين طبعا اعاره من نادي الزمالك 6 شهور. انا بتكلم على اللي جاي يا فندم، على اخر اللي جاي ان شاء الله. طبعا هو اذا طبعا كان الزمالك محتاجه طبعا هو اولى لانه هو اللاعب بتاعه. نعم. ولكن طبعا في ظل ان القائمه هتبقى 25 السنه اللي جايه، لو كان طبعا ليه مكان في نادي الزمالك ما نقدرش نتكلم، انما لو الزمالك مش هيبقى محتاج ليه فان شاء الله يكون معانا في الانتاج باذن الله. يا فندم، حضرتك شايف ان فريق الانتاج من الممكن يكون وضعيته افضل من المركز السادس من ناحيه ختام الموسم؟ يعني انتوا برضو الفارق ما هوش كبير قوي، 36 نقطه، والفارق ما هوش كبير عن المركز الخامس، وممكن تخش بمركز افضل من كده. والله هو طموح مشروع بالنسبه لينا، واحنا برضو والله في بدايه الموسم يعني في ماتشات راحت مننا كده يعني، لو كان ربنا قدر كنا خدناها كان زمان النهارده برضو في مكان افضل، ولكن انا الفرق بينه وبين المركز الخامس كنت مباراه، انت عارف يعني ماتش النهارده نتيجه مباراه بتغير الترتيب، فطموحي ان انا ابقى في مكان افضل ده طموح مشروع، وانا شايف ان هو برضه مش بعيد يعني. هو فعلا مش بعيد يا فندم. سياده اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن رضا، وجود جونيور اجاييه بيلعب في